أبرز الأخبار من ليبيا. الحدث في بنغازي، أهلا بكم. قصفت ميليشيات ما يعرف بشورى إرهابي بنغازي المتمركزة بمعسكر ميليشياوي الإرهابي المعروف ببشير البقرة، قصفت مطار معيتيجا بسبع قذائف هاولة، مما أدى لتوقف الملاحة بالمطار. وتقوم الميليشيات الإرهابية المتمركزة بمنطقة تجورة بقصف مطار معيتيجا بشكل متكرر، كما قامت بمحاولة الهجوم عليه للإفراج عن بعض الإرهابيين الموقوفين لدى ميليشيا الردع، وذلك وفق ما طالب به المفتي المعزول الصادر الغرياني. أسقط سلاح الجو بالقوات المسلحة طائرة تركية مسيرة جنوب مدينة ترهونة، كانت تستعد لقصف مدينة ترهونة. وتظهر الصورة التي تحصلت عليها قناتنا الطائرة التركية المدمرة وهي تحمل صواريخ عليها العلم التركي. تواصل مقاتلات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة استهداف تمركزات الميليشيات في المنطقة الغربية، حيث كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فإن القوات البحرية تقوم بدوريات تنشيطية لحماية المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية من أي انتهاك للسيادة الليبية. أكد مصدر عسكري في طرابلس أن طيران الحشد الميليشياوي المدعوم من تركيا وقطر استهدف بشكل عشوائي مناطق سكنية خلف مواقع القوات المسلحة المرابطة بطرابلس. وأضاف ذات المصدر أن الميليشيا تكبدت خلال اليومين الماضيين خسائر فادحة في الأرواح وصلت لحوالي 32 قتيلا. وبحسب ما وضحته مصادر خاصة من داخل مواقع الميليشيات، بينهم 13 قتيلا من مصراتة، إضافة إلى تدمير قوة كبيرة لهم في منطقة الزادة كانت تستعد للتحرك باتجاه شويرف. أصدر رئيس حكومة الصيرات فايز السراج قراره رقم 66 لهذا العام بشأن القتلى والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من أعضاء الميليشيات المسلحة بطرابلس. القرار يقضي برفع مرتبات قتلى عملية ما يعرف ببركان الغضب لتساوي مرتب أعلى رتبة في الجيش، على أن تتم معاملتهم بنفس المعاملة والمقدرة بحوالي 6000 دينار لبيت. كما نص قرار أيضا على تضمين كافة الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة وفقا للقوائم المحالة من الإرهابي أسامة جويدي. ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الأوضاع في المنطقة العربية وآلية مكافحة الإرهاب في ليبيا وشمال إفريقيا. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات العامة والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكية الأوضاع في ليبيا وآلية التشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة. مزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يوتيوب تيليجرام. بإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هاتفكم المحمولة ومتابعة البث الحي والمباشر على مواقع القناة الرسمية ليبيا الحدث دوت نت. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله وحفظه.